فكرة هذا النفق للتعقيم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للوقاية والثقافة المرورية بالقل، تكلفت بالهندسة لهذا المشروع وبمساعدة الحرفيين اللي نشكرهم ونوجه لهم يعني الشكر الجزيل، سواء ما تعلق بال يعني بالتلحيم او بالتغليف او كذلك القنوات الصحية. امام هذا الموقف الرهيب نتاع هذه البانديمي اللي ضربت الكرة الأرضية، والحقيقة نجحت العملية والحمد لله. اليوم راهو موجود امام الاستعجالات الطبية ولا في بمستشفى القل، وراهو الآن عملي والحمد لله.